النهارده الحقيقه انه مصر للطيران كانت لها طائره جايه من نيويورك. هذه الطائره تعرضت لمأزق. الطائره تعرضت لمطب هوائي، ممكن اي عادي المطبات الهوائيه احنا عارفينها، احنا عارفين ان في طياره جايه من نيويورك مباشره من نيويورك للقاهره، حوالي 11 ساعه في الرجوع تقريبا او 10 ساعات في الرجوع. الطياره فجاه تعرضت لمطب هوائي عنيف. بيان مصر للطيران بيقول انه مطب هوائي يعني نادر الحدوث لانه كان عنيف جدا غير متوقع. واضح انه ما كانش في اشاره لربط الاحزمه في فتره سريعه، لان اول ما بيبقى في مطبات هوائيه على طول اشاره ربط الاحزمه بتبقى موجوده، لكن واضح ان ما كانش في اشاره ربط الاحزمه. الناس طارت في سقف الطياره، اصابات بالغه، في ناس عندها نزيف داخلي في مستشفى مصر للطيران. الحقيقه الحمد لله يعني احدى هذه الحالات تم السيطره على النزيف. في ناس قعدوا بقى 9 ساعات في اصابات كثيره.